مساء الخير يا جماعة، احنا هنبدأ دلوقتي المحاضرة الثانية في الأسبوع الثاني. هنكمل فيها البوينت أند فيجر، وشغالين طبعا ضمن مادة التحليل الفني. لسه شغالين على منطق التيران والدبابة. لسه شغالين إن احنا عندي في صراع حاصل ما بين الدبابة على أساس إن هم عايزين يقللوا الأسعار، وما بين البول أو البولاش اللي هم عبارة عن الأفراد اللي داخلين يزودوا الأسعار وعايزين يزودوها. فكل واحد بيبدأ يشد من طرف، وبناء عليه بتبقى كل واحد بيعرف المعركة دي هتحسم لصالح مين. تمام، فهنبدأ لسه برضو شغالين في الفصل التالي. فقلنا ان انا عندي اول ما بدأت ان انا اتكلم على الرسوم البيانية، عرفت ان انا عندي في الخط البياني، في الاعمدة البيانية، في الشموع البيانية، في البوينت أند اهو. هتلاقي الارقام جاية على اليمين والزمن تحت. انا ما بيهمنيش الزمن خالص، حتى تلاحظ في الشرح انا ما اهمنيش الزمن، هو الزمن علشان انت جايب حركة سعرية حصلت، لكن هو ما بيقولش على امتى راح فين. يعني هو مش عايز امتى ده حصل، ده عنده امتى، لا هو يهمه ارتفع ولا انخفض. تمام، هتيجي الشكل اللي بعده اعاكسها، يعني فاهم، واخدها من اليمين للشمال بقى، مش من الشمال لليمين، فمش مش قصتي برضه. كده احنا نهينا الفصل التالت خالص، فانتهينا من الحركة او من الرسومات البيانية. وارجو ان احنا بوصولنا للمرحلة دي نكون عرفنا الفرق ما بين الاعمدة البيانية والخطوط البيانية والشموع اليابانية، مهمة جدا جدا جدا، والرسومات كلها مهمة اقدر اجيبها وحضرتك تحط لي عليها بياناتها. الرسومات مش مطالب ان انت ترسمها بايدك، تقدر تقول لي ده بيدل على جانب مين، ده بيدل على جانب مين، لان الرسمة هتجي لك صماء حضرتك تحط البيانات عليها. اوكي، لازم تعرف على البوينت اند فيجر وتعرف برضو اختلافها. ماشي، هنبدا بعد كده نتكلم في الفصل الرابع. بس الرابع بدا يكلمني عن، بدانا ان احنا نتكلم بقى على ان هو احنا خلاص عرفنا في اشكال بتقول لي ان هو هيصعد، في اشكال بالنسبه ان هو هيهبط. فبدا يقول لك ان انا عندي اتكلم بقى على المسارات بتاعته والاتجاهات يعني. فبيقول لي بتبنى التحليلات الفنيه على افتراض ان الاسعار بتاخذ مسارات واتجاهات معينه خلال تحركها، وبتعبر بذلك عن خطوط اتجاه وادوات هامه في التحليل. وفي كل من تحديد مسار الاسعار والسوق وتاكيدها واستكشاف التغيرات التي تطرق على اتجاهات السوق، والتي تعد من اصعب مهارات التحليل الفني. يعني بمعنى اصح ان انت تعرف السوق ده هيتغير من ايه لايه، دي حاجه صعبه جدا على فكره، مش سهله. ان الخرائط اللي قدامك دي عشان تقراها هي ما بتبقى متفسره قدامك وجايه جزئيه مقطعه، وانت مركز عليها بتبقى عارف ايه اللي هيحصل بعد كده، عارف الاكس دي بتشير لايه والاو بتشير لايه. اه اوكي، بس انت مش عارف السهم نفسه بعد كده هيطلع ولا هينزل، وده هنشوفها في الاشكال اللي احنا هناخدها في المحاضره اعتقد اللي جايه، مش هنا. فبدأ يقول لي ان اتجاه السهم، خلي بالك، ممكن يبقى طويل الاجل، ممكن يبقى قصير الاجل، ممكن يبقى متوسط الاجل. مع العلم وبنأكدها للمره الثانيه وظهرت معانا هي للمره الثالثه، اولا ان احنا قلنا ان احنا بنركز الاول على طويل الاجل. المحللين الفنيين في المحاضره تقريبا الثانيه او المحاضره الاولى من الاسبوع اللي فات بدأنا نقول ان احنا بنركز برضو على طويل الاجل. بعد كده بيقول لي ان هنا لابد من العلم ان في اتجاهات طويله وفي اتجاهات قصيره وفي اتجاهات متوسطه، ويجب العلم بأن الاتجاه الطويل دوت ما هو إلا اتجاهات أقصر منه أصلا. الاتجاهات اللي أقصر منه دي بتتشعب، يعني أنا الاتجاه الطويل هو نفسه مجمع القصير اللي حصل قبل كده. يعني ما أجي أقرأ السهم في أسبوعين هو عبارة عن ال 14 يوم بتوع السهم، ممكن أخدها كل واحدة مفصلة. وبعد كده بدأت إن أنا أقول لك إن كل كمان جوه كل يوم ده في تشعب، في حركة صعود وفي حركة نزول أو هبوط بالنسبة للسهم، فبدأت تعكس الصراع ما بين البائع. بعد كده قال لي خلي بالك ان اتجاه السهم ممكن يتغير من صاعد الى هابط، وممكن يتغير من هابط الى صاعد. هذا الاتجاه بيكون وفقا لنوع الشكل المتكون. في اشكال بتحصل عند حضرتك اول ما تشوفها كده، وانس ان انت شفتها تقول لها ايه، لا ده السهم ده كان طالع، لا بس هينزل. السهم ده كان نزل، لا ده هيطلع. السهم ده كان طالع، لا ده هيفضل مكمل. السهم ده كان نزل، لا هيفضل نازل. تمام، وبتؤكد بعض الاشكال الاستثماريه اي داله على استمراريه، سوري، داله على استمرار اتجاه السوق. وهناك بعض من الاشكال التي تشير الى ان السوق في طريقه الى تغيير، بمعنى اصح هيعكس اتجاهه الحالي. يعني حضرتك توقع ان انت اولا هتدرس معايا اتجاهات اسهم، تدرس معايا كل اتجاه من دول استثمر فيه ازاي،
لو صاعد يبقى ايه المناسب، لو هابط يبقى ايه المناسب، لو افقي يبقى ايه المناسب، ايه الاشكال اللي هتبدا تقول لي ان انا اول ما اشوف الشكل ده يبقى حصل هبوط، السهم هينعكس او السهم بدل ما هو صاعد هيهبط، وبدل ما هو هابط هيصعد، ايه اللي هيقول لي ان السهم ده مكمل، لو صاعد هيكمل صعود، لو هابط هيكمل هبوط. أجمع المحللون أو يجمع المحللون الذين يعتقدون في هذه الأشكال أنه كلما كبر حجم الشكل وطالت مدة استمراره كلما أصبح أكثر تأثيرا على سعر السهم. خلي بالك إن ممكن شكل من الأشكال اللي إحنا هناخدها دي قدام الأشكال دي تبقى صغيرة جدا، فمعنى إنها صغيرة يبقى المدة اللي ظهر فيها هذا السهم، ركز معايا، المدة اللي ظهر فيها هذا الشكل لهذا السهم صغيرة، فممكن تكون لحظة عرضية، بينما لو الشكل ده كبر، الشكل ده بقى كبير قوي، يبقى ده معناه انه خد فترة كبيرة قوي على ما وصل للشكل ده، يبقى الشكل اتكون صح، يبقى الشكل الحركة المترتبة عليه هتبقى صح. تاني، كلما كبر الشكل بتاعك اللي يقولك الاتجاه ده هيكمل او الاتجاه ده هينعكس، يبقى الشكل ده بقى صح، لكن لو ظهر بشكل صغير يبقى ممكن ان يعني ظاهرة عرضية وهيمر، يعني لانه لو طلع بسرعه او اترسم بسرعه يبقى هيتمحي بسرعه، وهتلاحظ لما نوصل للاشكال. بعد كده قال لي بتنقسم خطوط اتجاهات السوق الى، عندي هنا في خط الاتجاه الصاعد الاب ترند، خط الاتجاه الهابط اللي هو الداون ترند، خط الاتجاه الجانبي او الافقي وهو عباره عن السايد ويز. المحاضرة دي خلصت، هنبدأ إن شاء الله نتكلم على الاتجاهات دي أو خطوط الاتجاهات دي بعد كده بالتفصيل في المحاضرة اللي جاية. شكرا، كان معاكم دكتور سميرة، ميرسي قوي.